طيب قعدت 3 سنين، ومين اللي فسخ العقد الخطبة، هو ولا هي؟ وعلى كل العلماء قالوا بأن الذهب حق وهو جزء من المهر يرجع إلى الخاطب مرة ثانية، ليس من حق المخطوبة. أما الهدايا الأخرى إن شاءت رجعتها وإن لم تشأ لم ترجعها. أما الذهب بالذات ففي هذا العصر يصبح من المقدمات، من الذهب الذي يقدم، من الشبكة التي تقدم، وبالتالي ترجع إلى إيه؟ إلى الخاطب مرة ثانية.